في هذا المؤتمر باعتبارها أحد قلاع الصناعة المصرية وداعم للمشروعات القومية والتنموية الكبرى اعتمادا على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتميزة الموجهة لخدمة تلك المشروعات بكافة قطاعات الدولة المختلفة، حيث نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى فتح قنوات اتصال مع علمائنا المصريين من الداخل والخارج للاستفادة بأفكارهم وخبراتهم في التطوير والتحديث المنشود في العديد من المجالات التي تشارك بها وزارة الإنتاج الحربي من خلال محاور المؤتمر المخطط مناقشتها واستعراضها أثناء جلسات المؤتمر. ويؤكد على عزمنا توظيف جميع إمكانيات شركات الإنتاج الحربي الفنية والتكنولوجية للاستفادة من هذه الأفكار وتطبيقها حتى يمكن دخولها حيث تنفيذ على أرض الواقع. وختاما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة السادة الحضور لهذا المؤتمر الدليل لحرصهم على المساهمة في نهضة وطننا وتحقيق أمننا القومي.